انا اسمي ايمن من مصر، انا جاي هنا مشارك في تنظيم المؤتمر. انا بصراحه فخور ان انا وصلت المكان دوت، عدينا باختبارات كتير عشان نبقى نشارك في الحدث العالمي دوت. احنا يعتبر بنتعامل مع كل مختلف جنسيات العالم، اكتسبنا احنا خبرات شخصيه كتير، فافاده لينا جدا وللبلد، ودي رساله حلوه قوي. مصر بلد الامان، تحتضن رؤساء العالم واكبر شخصيات كبار العالم، فبجد انا فخور بان انا بمثل مصر هنا في التنظيم.